ذكر الدكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي وفقه الله قصة كريمة من قصص الوفاء. يقول: خرج التاجران الكويتيان محمد حمد البراك وفيحان بوردن رحمهم الله تعالى من الكويت إلى الرياض، يريدان أن يشتريا بعض البضاعة. وفي الطريق أحس التاجر الكويتي محمد البراك بشيء من التعب والإرهاق، فطلب أن يستريح تحت ظل شجرة. فقال لصاحب بوردن رحمه الله: أنا راح أجهز الغداء. وبالفعل فك حزامه وحط عنده، والحزام فيه فلوسه وأغراضه الخاصة. وإذا بموقف غريب أمام التاجر بوردن، جاء طير العقاب وأخذ بمخلبه حزام محمد البراك اللي نايم وطار فيه. فما عرف بوردن رحمه الله إيش اللي يسويه، شو بيقول لصاحبه. الحمد لله الثقة موجودة، لكن ما يدري شو يسوي. قام بوردن وأخذ حزامه الخاص وحطه عند صاحبه البراك، والحزامان بينهما شبه كبير. قعد البراك فقال لصاحبه بوردن من فطنته وذكائه: أنا طالبك يا أخوي محمد. وقول تم. قال له تم. قال له: أنا استخرت الله وبرد الكويت. عسى ما شاء. قال: لا تقول لي، لا تسألني، أنا رأيت أني برد الكويت، وأنت عسى الله يسمح دربك ويسهل أمرك. قال: خلص شعورك عندك. رجع بوردن الكويت وتوجه محمد البراك للرياض. في الطريق وجد محمد حمد البراك رحمه الله حزامه قدامه، طير العقاب لما طار فيه طاح منه، فشافه قدامه استغرب، فتح وإلا هذه فلوسه وأغراضه. طالع الحزام الثاني ولا ما هو حزامه، ما هو فلوسه ولا أغراضه. فعرف أن صاحبه إنما أراد هذه الحيلة حتى يحفظ ماء وجهه، وكلاهما ثقة أمين رحمه الله تعالى. لكن محمد حمد البراك كان كصاحبه كريما وفيا. بمجرد ما وصل الرياض اشترى ذلولين ناقتين وحملهما بالبضاعة، بضاعة له وبضاعة صاحبه بفلوس صاحبه، ورد الكويت وأعطى صاحبه الناقة كاملة محملة بالبضاعة التي كان صاحبه فيحان بوردن يريد أن يشتريها. مات الجميع وبقيت هذه القصة نحكيها للأجيال. محمد حمد البراك رحمه الله تعالى أحد مشاهير الكويت. ولد في الكويت في منطقة شرق في حدود سنة 1930، وهو ابن رجل صالح. حمد ناصر البراك رحمه الله كان من نوادر الكويت ديانة وأدبا وخلقا ومروءة. تشارك مع بعض أهل الكويت وبنوا مسجد في النقرة، في نقرة الطواري، ونسب المسجد إليه. فنشأ محمد حمد البراك في كنف هذا الرجل الصالح، ودرس عند ملا مرشد، ومارس القراءة والكتابة وبعض الأعمال في صغره. لما كبر في مجلس 67 رشح نفسه للمجلس، وبالفعل وفي 3 مجالس انتخابية كان محمد حمد البراك رحمه الله صوت الناخب الكويتي الناطق الذي يطالب بحقوقه وفق ما يستطيع من خلال الدستور الكويتي. ونسبت إليه أنه كان يحمل القضية الإسكانية بكل معانيها، فكان يطالب بحقوق المواطن الكويتي خاصة فيما يتعلق بالإسكان وتوفير مساكن كريمة للمواطنين الكويتيين. بل هو صاحب مقترح أرض قرض الذي اقترحه مع جماعة من النواب، وطالب بمنح قرض للمواطن الكويتي من أجل أن يبني له سكنا على أرض تمنحه الحكومة له. وكان في هذا الضغط الشعبي النيابي الشعبي على الحكومة الكويتية أدى إلى أن تقول الحكومة الكويتية: ما داعي مطالباتكم، إحنا راح نتبنى. وبالفعل تبنت الحكومة الكويتية آنذاك مشكورة ما يتعلق بهذا القانون، قانون أرض قرض، والذي ما زال موجودا إلى يومنا هذا. ظل محمد حمد البراك رحمه الله تعالى طوال حياته في المجلس وخارج المجلس، ومجلسه مفتوح لأرباب الحاجات من أقاربه ومعارفه، من يعرف ومن لا يعرف من عموم الكويتيين وغير الكويتيين. ذلل نفسه رحمه الله تعالى لقضاء حوائج الناس إلى أن توفي رحمه الله في سنة 2000 من الميلاد. ذكرت هذا الموقف وأنا أمر قبل قليل أمام ديوان البراك المشهور في منطقة الأندلس، أمر عليه كل يوم بحكم الجيرة والقرب من السكن. وأنا هنا لا أقولها مجاملة لهذه الأسرة الكريمة، والتي لا أريد أن أذكر اسم أي أحد من إخوانه أو أبنائه، فكلهم على العين والرأس أهل كرم ومروءة وأدب. مجلسهم وديوانهم لا ينقطع عن الضيوف ليلا ولا نهارا، ما زالت سيرتهم العطرة يعرفها كل أهل الكويت. وأنا هنا أخاطب غير أهل الكويت، هذه الأسرة الكريمة
ما زالت أسرة كريمة ولادة، تبوأ أبناؤها مناصب رفيعة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاعات العسكرية، فهم لبنة كريمة من لبنات المجتمع. ولولا أن يؤخذ علي أنني أمدح جاري أكثر من غيري لقلت فيهم ما أعرف عنهم، فنعم الناس هم، نسأل الله أن يحفظهم وأن يرحم شيبانهم.